اهلا وسهلا. ماما روزة ام المهاجرين صراحه من عندي انا ديك السيده غادي تجناني بسم الله العظيم. اي حراق عارف ماما روزة شكون هي، يعني هي اللي كتساعد الحراقه وكتوقف معاها هي هذه. هلو مهوار. روزا هانسن او ماما روزا، هاد السيده كسبت القلوب ديال المهاجرين اللي دازو من تركيا لليونان. دلع شويه تفاح، دلع الرند، لقينا الرند، روجي يحب الرند. تستاهل بنادم يهضر على هاد السيده هادي، وكانت محبوبه عند جميع المهاجرين وبدات كيدخلوا لها القلب ديالها. Azul filawn. كتعطيهم الحنان، كتداويهم، كتعطيهم الماكله، فين يسكنوا، اي حاجه كتعلق مساعدات هي كتقدمها. اخوتي بلا ما نكذب عليكم، اقسم بالله الا كنا جايين في الطريق عندها وكنا مغيرين ما يعني مقلقين كارهين حياتنا، عرفتي شناهي حنا عطانا المورال وضحكنا عندها، نشطنا والله الا بحال الا كتعطيك تاكل بحال الوالده ديالك كتبنت لك تاكل. الله اكبر، كيما الوالده والله، كيما الوالده والله الا ما تلحقش الوالده بصح كيما الوالده، كيف ما الوالده يعني ما ديش تلحق الوالده ولا اني شوف والتصرفات ديال الوالده تعطيك الماكله بالضحك وتامل لك مزيان. انا كراي صباح الدري فاش كانوا يداوي، كنت مجروح داو لي كراي ضرب، عطوني اديداس جديده، عطوني كسوه، عطوني هذه جاكيت النور يطيح راك تشوف، والله لا تهلاو فينا وراك تشوف رانا مع حبه حبه وربي يسهلنا ان شاء الله. ماما روزا هي واحد الجمعيه، هي الاصل ديالها الماني، واحد الجمعيه عندها الفروع في اوروبا، كتحمي المهاجرين الغير شرعيين، راك عارف البرد الشتاء الماكله وهذاك، راك عارف اوروبا كامله ماشي غير بالضبط اللي جايين من، كاينين في هولندا، كاينين في فرنسا، في اي دوله كاينين عندهم فروع ديالهم. هي اختارت الفرع ديال اليونان، شمال اليونان بالضبط. السيده كتعاون حضاقه في تيسالونيك، اسمي داما ماروزا اللي معروفه تما. المهم السيده معروفه في اليونان، اي واحد جا من الرحله تمشي عندها ديريكت، تشدو ليها الطوبيس رقم 40 من السونتر تديك الحدايا، تلقى اصلا تمشي ماشي ديك 4.5 5 تستا كاك ستون سبعة كاع تتصافي ساعتين تقريبا تطيح من ديك 5.5 6 7. انا ماشي عند ماما روزا، انا ماشي عند ماما روزا دركا، في 55 اكس تديك ديريكت عند ماما روزا، فاهمين؟ راه جاي كيجيو هنايا، اذا شفتو في 55 اكس عرفوا بلي من كامب ديريكت عند ماما روزا. كان شفتو في 55 ا ولا بي انزلوا في واحد الستاسيون باش تقلبوا، تلقى في 54 ماما روزا وقفت حسكة للدولة اليونانية. الدولة اليونانية كانت كثر عليها بزاف ديال المهاجرين، وبقات كتضرب في ديك الجمعية تقولها انت كتعاوني هاد المهاجرين، كتساعدي في الهجرة السرية، المهم دخلوا لها في شي تخربيق. جات هي قالت لهم احنا الجمعيه ديالنا ما عندهاش علاقه مع السياسه، حنا جمعيه ديال حقوق الانسان صافي، اي كنقدموا المساعدات، ما عندناش حنا علاقه، كتحمي حتى من العنصريه ديال الشرطه اليونانيه. هما كتشوف خوتي جينا دابا لواحد الجمعيه باش يدبرونا فين فين نباتو، قال لك هاك ما مات، عطاونا النمره ديال التليفون، عطاونا عطاونا النمرة ديال التليفون، قالوا لنا الا كاينه شي حاجه ولا الا جاتكم البوليس عيطوا علينا، قالوا لك الخيريات دابا راهم مسدودين، قال لك ردوا بالكم الا شتوكم راه يقدروا يردوكم بلا ما يسمعوا لكم بلا والو، واخا تعطيه تبغوا تصونوا علينا ما يخليوكمش، قال لك المهم في حاله الا كاين شي حاجه هالنمرة صونيو علينا، وعطاونا العنوان ديال ماما روزا هي
خريطة ديال ماما روزا راه سجلناها في المابس، قال لك مع الربعة كتفرق الماكلة. المهم غادي نتوصل للربعة غادي نمشيو لماما روزا نشوفو كيفاش ياك مع تيديال الدراري. هاد الوريقة هادي تيعطيوها ليكم باش تعمروها هنايا عند ماما روزا، ومن بعد مني تتخرجو من عند ماما روزا كتمو غادي في الطريق باش ترجعو للكامب ديال تيسالونيك، كتعرضو ليكم البوليس كتوريهم هاد الورقة هادي، ما كيبقاوش يهضروا معاكم ديك الساعه، كيعرفوك جينا من عند ماما روزا. اجي الدوله بقات كتحاربها بجميع الطرق، حتى ولات كتذكبد المهاجرين وبالخصوص من شمال افريقيا، فيها شي وحدين طي غير الفلوس، اتهموها بانها كدير لهم لا دروغ في الماكله باش كينعسوا. في نظرك غدير لك الماكله غدير لك لا دروغ باش تنعس، هي شنو غادي تستافد باش انت غادي تنعس وصحابك لا دروغ فابور؟ بنادم العقليه حنايا عندنا شي وحدين ديما كيهرسوا بنادم اللي مزيان. وهنا راه كاع الجنسيات كاينين، باكستاني، افغان، المان، كاينين مغاربه، جزائريين، توانسه، بزاف كاينين بزاف. انا تقريبا واحد 5 دول ولا 6 دول تقريبا ولا 7 دول كلهم من جاي. كاينين مغربيات راهم مرات هما ضربوا الطريق، حتى هما جاو على الطريق تركيا بزاف شادين نوبة على حسب الاكل. المهم شنو الماكله اللي عطاونا في العشاء اليوم؟ شنو هو عطاونا اليوم؟ الحمص والخبز، وكيمدوا هذا شوفوا معنا هنايا هما الاخوان تاعنا. هذه البلاصه كما كتشوفوها فين كياكلوا الخوت طبالي، فين كيجلسوا ماهم كما كتشوفوا الخوت هما هنا كلشي مجموع هنايا. هاد السيده هادي كتبوا عليها جميع الصحف الالمانيه اليونانيه، كلشي كتب عليها بان هاد السيده راه بطله، كتقوم بالعمل ديالها اكثر من العمل اللي كيجمع وياك، وتبقى ديما سهران على الراحه ديال المهاجرين. تخيل معايا تجي انت ضابط 20 يوم تاع الطريق على رجليك، كي تولي رجليك صافي تتعفن تتنفخ شي تتقيح شي يقولوا في الكوار تاع الماء كل واحد كيفاش تمشي من ديريكت عندها. تخيل انت تمشي لتما رجليك خانزي من رحلة لعندها ديريكت، اللي تدخل دابا الصباح تمشي عندها ديريكت تصواني رجلي، تتبان لك الدريه على مزيناتها تشدك رجليك خانزة عامرة بالغيس مسخة منفوخة. المهم حنا خوتي دابا عند ماما روزا الدرب السيد كيداوي قصح شوية في رجليه، مغربي مقصح شوية في رجليه، ودابا واقفة معاه باش تشوف شنو واقع ليه في رجليه، راه دخلو مسمار في رجليه. الطريق اللي دار صعيبة شوية بزاف. وفاش كنت اخوتي في الترك كنت كنسمع بان ماما روزا كتخرج كتمشي للاخر الخرب، الخرب يعني فين كينعسوا الحراق هذوك الديور المهجوره، كتمشي كدور عليهم تما وكتعطيهم الفطور وتعطيهم حويجات وتعطيهم ساكوساجات فين ينعسوا. هذه علاش ماما روزا محبوبه عند الحراقه وما كاينش اللي ما يعرفهاش، يعني ما كاينش حراق فات من هنايا وما عارفش ماما روزا. واخا هاد المساعدات كيجيو من الجمعيه، ولكن هي راه كتضحي بالوقت وكدير الخدمه ديالها، والحب اللي كتعطيه للمهاجرين راه هاد السيده نرفع لها القبعه. تهلا طابيا ساكوساج الماكله عطاتنا، هذا عطاتنا الصباط ها هو مزيان، عطات هاد السيده ذات هو تهلات فيه عطات هادشي، هذا الشيء اللي كاين الدراري. اشنو عطاتنا ماما روزا؟ طابيا ساكوساج الماكله عطاتني الجاكيطه عطاتني هاد الصباط هذا.